متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بصور للأقمار الاصطناعية التي كانت صور مميزة جدا هذا اليوم، إذ أشارت إلى تشكل سحب عملاقة من السحب الرعدية التي تسببت بحمد الله إلى هطول أمطار كثيفة وغزيرة، وكانت مصحوبة بتساقط زخات البرد في مناطق قريبة من المدينة المنورة في حائل، وصولا إلى أجزاء من الجوف في مناطق القصيم، وأيضا بعض الأجزاء المتفرقة من غربي محافظة الرياض والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة وبعض الأجزاء الشرقية. كل هذا يأتي ضمن تأثر المملكة بحالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي، والتي بدأنا نرى ذروتها اعتبارا من ساعات نهار هذا اليوم. نستعرض سويا ما هو مقبل في الساعات القادمة، ونبدأها بخرائط الأمطار التي سادت اليوم. إذن خرائط الأمطار صباح هذا اليوم وظهر هذا اليوم أشارت إلى هذه الأمطار التي جاءت على أرض الواقع وكانت على شكل زخات رعدية من الأمطار، ولكن في الساعات القادمة ماذا يتوقع من ساعات مساء هذا اليوم؟ إذن مع ساعات مساء هذا اليوم تبقى الأمطار الرعدية موجودة وحاضرة في مناطق حائل، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من القصيم، ولكن تشتد السحب الركامية الرعدية إلى الغرب من مدينة الرياض كما تلاحظون، بالإضافة للأجزاء الجنوبية الغربية من المحافظة، وصلنا إلى وادي الدواسر، بعض المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية والمناطق الجنوبية تشمل نجران. هذه توقعات الأمطار مساء هذا اليوم، هذه محاكاة حاسوبية، أي أنها يعتقد أنها الأقرب للتوقعات بعد مشيئة الله. يتوقع لاحقا خلال ساعات هذه الليل أن تعبر حزم من السحب الرعدية الماطرة العاصمة الرياض، ومن المتوقع أن تكون هذه بعض من هذه الزخات رعدية غزيرة تسبق بنشاط بسرعة الرياح، كما ولا يستبعد أحيانا أن تترافق مع تساقط لزخات البرد. هذه الليلة يستمر توافد المزيد من السحب الركامية الرعدية الماطرة باتجاه المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، مناطق حائل، القصيم، وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة الرياض بما فيها وادي الدواسر، إضافة إلى بعض الأجزاء من المناطق الجنوبية مثل شرور ومناطق نجران، بالإضافة إلى بعض الأجزاء الغربية من محافظة الرياض بما فيها مناطق الدوادمي، وتمتد بعض من هذه السحب شرقا لتقترب من المناطق الشرقية أيضا مع ساعات الليل المتأخرة. هذه توقعات أمطار هذه الليلة كما تلاحظون بقع الأمطار المتوقعة. دائما هذه الحالات تتميز بالعشوائية، أي أنا قد نسمع بأن حي أو منطقة مجاورة تشهد أمطار غزيرة ومنطقة أخرى يكون الطقس فيها مستقر، فهذه سمات حالات عدم الاستقرار الجوي، ولكن بطبيعة الحال جميع هذه السحب بالعادة تترافق مع زخات رعدية من الأمطار غزيرة في نطاقات جغرافية سريعة الوقت، وبنفس الوقت تكون مترافقة مع زخات من البرد أحيانا وتسبق أحيانا برياح نشطة تثير الغبار وتسمى محليا بعواصف رملية جدارية. مع ساعات ما بعد منتصف الليل تستمر السحب هذه الألوان الداكنة تشير إلى قوة السحب الركامية الرعدية التي قد تتشكل ليلا، والتي قد تؤدي لجريان الأودية وتشكل السيول في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة في بعض المناطق العشوائية كما تلاحظون. مع ساعات صباح يوم غد تستمر الفرصة وتنتقل إلى المناطق الشمالية الشرقية، تشمل أيضا حفر الباطن، الأجزاء الشرقية المطلة على الخليج العربي، مناطق الإحساء والمناطق الشرقية، واستمرار بعض المناطق الجنوبية ما زالت ضمن تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، بالإضافة إلى العاصمة الرياض. خلال ساعات نهار يوم غد هذه المنطقة بالذات، يعني مناطق حفر الباطن، العاصمة الرياض، القصيم، حائل، إضافة إلى الدمام والأجزاء الشرقية وبعض الأجزاء الجنوبية، هذه المناطق هي البؤرة الساخنة لحالة عدم الاستقرار الجوي غدا. يتوقع أن تكون الفرصة بها مهيئة لهطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار بشكل عشوائي وعلى أوقات مختلفة خلال ساعات بمشيئة الله تعالى نهار يوم غدا كما تلاحظون. هذه توقعات يوم غدا، لأن هناك بعض الأمطار قد تمتد إلى مناطق الشمالية والأجزاء الجنوبية، ولكن البؤرة الساخنة خلينا نسميها هي المناطق المتشكلة في هذه المنطقة، والتي يتوقع أن تشهد زخات رعدية غزيرة من الأمطار بمشيئة الله تعالى. كما تلاحظون الألوان الداكنة هذه تنم على وجود سحب سميكة رعدية كثيفة خلال فترة تأثير هذه الحالة، هذه مع ساعات المساء، ولكن مع ساعات فجر يوم الأربعاء وصباح يوم الأربعاء
تتراجع حالة الاستقرار الجوي بشكل كلي عن أغلب المناطق، وتضعف بشكل لافت وتصبح محلية الطابع، ويبدأ رحيل هذه الحالة المطرية التي بحمد الله تكون عمت مختلف ومعظم مناطق المملكة، وهي حالة مميزة للغاية. كما تلاحظون هذه مع ساعات مساء الأربعاء تصبح الحالة متركزة شرقا ثم تضعف بشكل تدريجي. عودة إلى الأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء يتوقع أن تكون ماطرة في ساعات متأخرة من الليل، وتكون هناك أمطار غزيرة رعدية لا يستبعد أن تكون غزيرة ومترافقة مع الرعد والبرق. درجة الحرارة هذه الليلة 16 درجة مئوية، ونسأل الله العلي القدير أن نرى هذه الأمطار الغزيرة هذه الليلة، وأن تصيب هذه التوقعات، وأن يرى الأهل في الرياض هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى، سواء في ساعات مساء هذه الليلة أو في ساعات متأخرة وساعات نهار يوم غد. نهار يوم غد نستعرض معكم الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، ونبدأها من المناطق الشمالية من المملكة. في تبوك غدا تصل تقريبا درجة الحرارة 33 درجة مئوية، الصغرى 20، في سكاكا 33 إلى 21، في عرعر 32 إلى 21 درجة مئوية. تستقر الأجواء في المناطق الغربية بالمقارنة عما كانت عليه اليوم، تصل في جدة 33 إلى 23، في المدينة 34 إلى 22، مكة 36 إلى 24، وفي الطائف من 24 إلى 14 درجة مئوية. تبقى الفرصة مهيئة لزخات رعدية من الأمطار فوق المناطق الجنوبية الغربية، لتصل في الباحة من 20 إلى 14، أبها 22 إلى 13، وجازان 33 إلى 29 درجة مئوية. أجواء غير مستقرة للغاية في المناطق الشرقية، في الإحساء 28 إلى 22، في الدمام 27 إلى 23، وفي حفر باطن 33 إلى 23. جميع هذه المناطق غدا فرص عالية لأن ترى أمطار رعدية قد تكون غزيرة أحيانا. انطلاقا من المناطق الوسطى، في الرياض 27 إلى 16 أجواء غير مستقرة غدا، أمطار رعدية متوقعة بمشيئة الله تعالى. في القصيم من 25 إلى 15، وفي حائل من 24 إلى 14، وكما ذكرنا هذه المناطق هي من المناطق الأكثر تأثرا غدا بمشيئة الله تعالى بالحالة الجوية الماطرة. توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة نستعرضها سوية. إذا غدا أجواء غير مستقرة تصل 27 إلى 16 في العاصمة الرياض، لكن نلاحظ استقرار الأجواء الأربعاء والخميس، هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة، انقلاب جذري على الأجواء من أجواء غير مستقرة مائلة للبرودة مع أمطار رعدية إلى أجواء حارة نسبيا ومستقرة، وتصبح كأننا اقتربنا من فصل الصيف. 33 درجة حرارة يوم الأربعاء، 36 يوم الخميس، أجواء حارة 18 ليلا إلى 20 تقريبا درجة حرارة. سواء كان التحري يومين الأربعاء أو الخميس، بشكل عام الأمور قد تكون مواتية أكثر مما ستكون عليه الأحوال الجوية في الأيام التي قبل، نتيجة ضعف حالة عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله تعالى. دائما ندعوكم إلى الابتعاد عن مجال الأودية والسير وعدم المغامرة في هذه الأحوال الجوية، ودائما ندعوكم إلى الالتزام بأوامر الحكومة في المملكة بالبقاء في المنازل لدرء هذا الفيروس من تفشيه بمشيئة الله تعالى، ودائما يعني ندعوكم إلى الحفاظ على صحتكم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.